أهداف شهدتها المباراة. أول الأهداف كان عن طريق بكوش في الدقيقة 15، وبعدها عادل مرزوقي للشباب في الدقيقة 40. قبل أن يعود مراد بن عياد بالنصرية في الدقيقة 45 بالهدف الثاني. الشباب عاد بعدها عن طريق بوسليو وعادل النتيجة من جديد في الدقيقة 64. قبل أن يأتي الدور على الوافد الجديد كريم عريبي الذي وقع الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 77. الهدف الرابع في الدقيقة 85، ثم الهدف الخامس في الدقيقة 88 ليتقدم ويعزز الشباب صدارته ب 48 نقطة، بعيدا ب 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.